فلسطين تاريخيا منذ العهد العثماني يعني كانت تصدر المحاصيل الزراعية إلى البلاد العربية المجاورة وحتى إلى أماكن أبعد مثل إسطنبول وغيرها، مثل القمح والشعير والسمسم والذرة والقطن في مرحلة معينة، وأضيف إلها في القرن التاسع عشر محاصيل حديثة نسبيا مثل الحمضيات. برتقال يافا أصبح مشهور في الغرب في مدن مثل برلين ولندن وباريس وغيرها منذ 1865-66 وما بعدها. بتذكر وقت الحمضيات بتفرج كيف بلفوا البردقان بالورق وبحطوا بالصناديق الخشب هذا اللي كانوا يشحنوه. لسه أنا بتذكر لما فتحوا شارع كانوا يسموه قبل شارع فيصل، هلا بيقولوا له شارع يهودا هيامي، هذا افتتحوه وقتها الإنجليز الأشغال العامة الخصوصي للتركات اللي كانوا يجيبوا الحمضيات من حوالي يافا من بيت دجن وادي حنين من هون بالصناديق البردان ولا مينا يافا. لما اجت المطورات واجت الترومبات صار اللي بده 100 كوب يطلع، اللي بده 150 كوب يطلع، صارت البيارات تكبر من الثلاثينات وانت ماشي بيارات 200 و300 و500 دنم. سنة 39 كان مرة في يافا لوحدها بالمينا 45 سفينة 45-46 سفينة شحن حمضيات ينزل على المينا. سألة محطوطة هيك عن الرصيف على قلب الجرن، برضو ينزل بالإيدين، ناس بالجرن تأخذ وتستف، ناس من برا تأخذ وترمي على السقالة، الجرم ينتلي ينسحب يطلع على البابور، ناس بقلب البابور تستف، كله بالإيدين. وهذه بدها عمال، المشغل القطع الواحد مع التعباية تاعته الصغير 60-70 بني آدم على الأقل. في مشاغل أكبر تيجي العمال المصريين السوريين أردن يمن مراكش يشتغلوا في فلسطين.